شراء سيارة في السويد من القرارات الصعبة نظرا لارتفاع أسعار السيارات وأجور الصيانة. ولهذا السبب عندما يقرر شخص شراء سيارة يميل للتوجه نحو الشركات الكبرى والمشهورة. أول شيء ركز عليه المشتري هو المسافة اللي قطعتها السيارة، لأن هذا يأثر بشكل كبير على السعر. اليوم قصتنا عن فضيحة كبيرة هزت واحدة من أكبر شركات بيع السيارات في السويد، وفقا لتقارير حديثة من برنامج 200 ثانية التابع لصحيفة أفتنبولادت. شركة ريدر مارك بيل، وهي أكبر باع للسيارات المستعملة في السويد، تبيع أكثر من 50 ألف سيارة سنوياً وتمتلك أكثر من 14 فرع، وبعام 2023 بلغت مبيعاتها حوالي 9.6 مليار كرون سويدي. الشركة تعرضت لفضيحة بعد اكتشاف تلاعب بعداد المسافات لواحدة من السيارات المعروضة للبيع. السيارة من نوع رينولت، وتم الإعلان عنها بأنها قطعت 2853 ميل فقط، بينما في الواقع السيارة كانت قد قطعت 27400 ميل، أي أكثر من 6 أضعاف ما تم الإعلان عنه. تم اكتشاف هذا التلاعب عندما فوجئ المالك السابق للسيارة بأنها معروضة للبيع بمبلغ 309800 كرون سويدي. على الرغم من أنها كانت قد قطعت مسافات طويلة، حيث كانت تستخدم من قبل شركة لتصليح التلفزيونات، وكان موظفوها يقودها لمسافات طويلة في جميع أنحاء السويد. ليس هذا فقط، وإنما السيارة كانت قد تعرضت لحادث خطير في مايو الماضي بعد قطعها 26749 ميل. وفقا لسجلات الشركة المالكة السابقة، وتم تعويضها بمبلغ 109 ألف كرون من قبل شركة التأمين. ورغم هذه الأدلة، قامت ريدر مارك بيل بعرض السيارة بمعلومات غير دقيقة، حيث تم الإعلان بأنها قطعت فقط 2853 ميل، ما أدى إلى إخفاء 24500 ميل. المدير التنفيذي للشركة ألكسندر ريدر مارك قال إن الشركة كانت ضحية لعملية احتيال منظمة، موضحا أن الشركة قد اشترت السيارة بمبلغ 267500 كرون، وأكد أن شركتهم تعتمد على سجلات هيئة النقل السويدي في تقييم المسافات المقطوعة. وأضاف أن التلاعب في عداد المسافات كان احترافي، وأن الجاني قام باستبدال أجزاء مهترئة من السيارة لإخفاء المسافة الحقيقية. تقارير برنامج 200 ثانية كشفت عن مخالفات أخرى تحدث داخل الشركة، مثل التلاعب في أضواء التحذير أو إخفاء عيوب خطيرة وحوادث سابقة كثيرة. وتحدث موظفون سابقون وحاليون عن أساليب غير إخلاقية تستخدمها الشركة لزيادة الأرباح على حساب خداع العملاء. المدير التنفيذي نفى بشدة هذه الادعاءات، وأكد أن الشركة تتحمل مسؤوليتها عندما يتم اكتشاف أي مشكلة. ما هو رأيكم في شركات بيع السيارات المستعملة بالسويد؟ شاركونا تجاربكم ونصائحكم في التعليقات، ولا تنسون تتابعونا على صفحتنا أكثر.أسه حتى توصلكم كل الأخبار الجديدة.